السلام عليكم. لم يجمع الناس على شيء في هذه الدنيا كما أجمعوا على أنه لو كان باستطاعتهم أن يبقوا على شيء واحد في هذه الحياة طوال عمرهم لا يفرقهم أبداً، أن يكون هو الأمين. من منا لا يتمنى كل يوم أن يكون الحدث الوحيد المتكرر في حياته والذي لا يتمنى أن يغيره الله مهما طال به العمر، أن يكون النظر في وجه أمه كل صبر وهي بأتم صحة وعافية، ويسمع دعاءها له وهو يغادر المنزل. عندما ينظر كل منا إلى أمه فهو ينظر إلى أجمل وأحن ما خلق الله في هذا الكون، ينظر إلى مصباحه الذي يضيء له لياليه المظلمة، وشعاع الأمل حين ينكسر، والدعوة الصادقة التي يكرمه الله ويوفقه من أجله. من أجمل ما قرأت من مواقف السلف الصالح لما ماتت أم إياس بن معاوية بكى. قيل: ما يبكيك؟ قال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة وأغلق أحدهما. في يوم عيد الأم اشكروا الله واحمدوه على أعظم النعم في هذا الكون، ولا تقصروا أبداً في حق أمهاتكم، واسعوا دائماً إلى طاعتهن ونيل رضاهن، الجنة تحت أقدامهن. ولمن فارقته أمه لتذهب عند رب كريم، فإحسانك إليها وبرك لها ممتد في هذا اليوم وفي كل يوم، بالصدقة عنها والدعاء لها في كل وقت وكل حين بالرحمة والمغفرة وبعلو المنزلة. رب هب لأمي ولكل أم الخير الذي يرضيها، وبارك في صحتها وعافيتها، واحفظها بعينك التي لا تنام، وارحم كل أم ذهبت لربها. كل عيد أم وكل أمهات الدنيا بصح وخير وسعادة وسلام طول الوقت، والله يحفظكم ويحفظ أمهاتكم ويحفظ أولادكم.